مدرب نيجيريا إيجالو خرج كأس الأمم وكولينز بديلا له ونحترم كافة المنافسين. كوبري إدويش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية. أعلن أوجستن أوجوافين المدير الفني لنيجيريا غياب أودين إيجولو مهاجم النصور رسميا عن منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون. وأوضح إيجوافين خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مصر في افتتاحية مباريات المجموعة الرابعة أن جميل كولينز مدافع بادربون الألماني سيصل الليلة إلى الكاميرون للانضمام لصفوف المنتخب النيجيري المشارك في كأس الأمم. وغاب إيجولو المهاجم الأساسي للنصور بسبب رفض فريق قوي الشباب السعودي التفريط في اللاعب بسبب وصول استدعاء متأخرا بعد فترة ال 15 قبل فترة التوقف الدولية. وفاز إيجولو بجائزة هداف كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر بخمسة أهداف رغم وداع منتخب النصور البطولة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام الجزائر 2-1 على استاد القاهرة. وأشار المدير الفني لنيجيريا أن منتخب بلاده مستعد لكافة المنافسين في المجموعة الرابعة موضحا لا يجب أن نقلل من إمكانيات أي فريق في المجموعة الرابعة. ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة إلى جانب مصر وغينيا بيساو والسودان. وتقام مباراة نيجيريا ومصر في الجولة الأولى في تمام الساعة 6 مساء الثلاثاء في افتتاحية مباراة المجموعة الرابعة. كوبري إدويش، يا سلام على التكتيك والأفكار العالمية.